هنروح للكره الطائره، وزي ما قلت لحضراتكم في الانترو، تعاقد مع كابتن محمد عصران نجم طلائع الجيش، طبعا صور من مراسم التوقيع، وكابتن محمد مصالح ميدو ده في مكتب كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. محمد عصران مضى مع الفريق 4 سنوات. محمد عصران عمل فارق مع طلائع الجيش، خدوا ثالث كاس وثالث دوري. قدومه بعد ما خد خبرات مع نادي طلائع الجيش اكيد هيكون له اضافه قويه، وهو بيلعب في مركز 4، وبفكركم هيكون ضيفنا في الفقره الثانيه من البرنامج عشان نعرف منه كواليس الانتقال لنادي الاهلي وكمان طموحاته اكيد مع الفريق الفتره الجايه. وقلنا كمان في الانترو عبد الحليم عبو وعبد الحليم عبو والتجديد معاه لسنتين قادمتين، وهو الحقيقه من اللاعبين القدام في الفرقه، وطبعا لما النادي الاهلي ابدى رغبته في التجديد طبعا نجم الفريق عبد الحليم عبو او سنتر بلوك الفريق طبعا لاعب كان ليه دور كبير الفتره اللي فاتت، جدد مع عصران امبارح ايضا الصبح يوم السبت الصبح في مكتب كابتن رؤوف عبد القادر، جدد بدون شرط او قيد، مضى على بياض وترك للنادي الاهلي تقييمه ماديا، وده امر مش غريب ابدا على رجال الكره الطائره. وبفكركم تاني عبد الحليم عبو هيكون ضيفنا مع عصران في الفقره التانيه.